حريق سينما عامودة يعيد بنا الذاكرة 53 عاما إلى الوراء أي إلى زمن الوحدة السورية المصرية وبالتحديد الثالث عشر من تشرين الثاني عام 1960 حين كانت سينما شهرزاد في عامودة مسرحا لإجرام مسؤولي نظام تلك الفترة حيث لقي 283 طالبا ابتدائيا حتفهم حرقا بعد ان تجمعوا لمتابعه فيلم عن الثوره الجزائريه مقابل ربع ليره تقدم تبرعا للجزائريين بناء على رغبه مدير ناحيه البلده. لكن شراره انطلقت من المولد الكهربائي كانت كافيه لانهاء حياه ابرياء كانوا في مقتبل العمر مع العلم ان اولاد المسؤولين والضباط في البلده قد تم اخراجهم من الصاله. قبل الحادثة بدقائق، وهو ما يعني أن الحادث كان مدبراً ومقصوداً. بهذه المأساة الحزينة التي حلت بأطفال عامودة، يخرج الكرد في سوريا سنوياً لإحياء هذه المناسبة، وتخليداً لذكرى شهدائها، رغبة منهم في الخلاص من الظلم والاضطهاد، الذي عاناه السوريون على يد أنظمة مستبدة، وما زالوا يعانوه حتى اليوم على يد نظام الأسد.